6 اللي هو مشروع قناة السويس الجديدة. قناة السويس أنا مش ضد المشروع نهائي، وربنا يديله الصحة سيادة الرئيس، بس يعوضنا حاجة، يعوضنا حاجة عن الحاجة اللي أنا فيها دي. بقالي 5 سنين بقى كل شقايا أنا وأولادي في البيت وفي الأرض، والبيت مكلفني تكلفة فوق 600,000. يعني أنا معايا 4 شقق بنيهم تشطيب لوكس كلهم، و5 فدادين مانجا، كل ده اتزال، وأنت زي ما حضرتك شايف كده عزالي مرمية في الشارع زي ما أنت شايف كده. بس طالبين من سيادة الرئيس يعوض الناس الغلابة اللي اتزالت وبقت في الشارع دي، يعوضنا أرض مكان الأرض، وإحنا نكافح من تاني ونبنيها من تاني ونزرع من تاني. إنما سيادة الرئيس يسيبنا كده بدون أرض وبدون أي حاجة زي ما أنت شايف كده ما ينفعش. بيكون تراب البيت ده 3 أدوار زي ما أنت شايف كده، بيكون تراب زي ما أنت شايف. يعني كل شقايا في البيت دون سواء زي ما أنت شايف كده، العمدان كلها كده. البيت ده دخلوا عليه 4 فحارات في يوم، خلوكم تراب زي ما حضرتك شايف. هي الميه دي، الميه اللي جانا من الوحده المحليه من مجلس من المحافظه اللي كنا بنشرب منها. ادي اهو ده بقيه الخط اللي كان داخل على بيتي. وكان مغذي بيتي وبنشرب منه. يعني دي ممكن تشرب منها دلوقتي؟ دي بنشرب منها. دي خط الميه اللي جاي لنا من الوحده المحليه من المحافظه. كنا بنشرب منه بقالنا 30 سنه بنشرب ميه منه. يعني انتوا ما كنتوش قاعدين هنا عشوائي؟ لا، كنا قاعدين بقالنا 30 سنه في المكان ده. فدانين، تمام، وعندي 3 اولاد. فدانين وثلاث اولاد شقه. بقالنا كل واحد شقه ومجوزه ومعاهم عيال ومخلفين، وانا ليا بيت فلاح عادي. تمام. طبعا في لمح البصر كله راح، واخد بالك؟ حتى الطيور عندي في ماتت تحت الانقاض، وهم بهدوا باللوزه. كان بهدوا الراجل ده كباش في بيته وبهدوا عندي، ما لقيتش لا طوب ولا لقيت الطيور ولا لقيت حمام ولا لقيت. كان عندي من الحمام، وكنت رايح مرسخ حياتي وعايش حاجه. يعني جاي بناء على خطاب السيد الرئيس محمد حسني مبارك، قال اللي يتملك ارض في سيناء يعتبر ملك. فجينا طبعا سيادتك، انا بعد معركه 73 خادم في اول نسق عدى قناه السويس في الجيش الثاني فرقه 16 اللي هو 112 مشاه بقياده العقيد عادل يسري، قاد الفرقه، واخد بالك سيادتك؟ فرقه 16 قاد اللي هو 112. وجيت سيادتك، جينا عبرنا قبل ما تنتصب المعابر في 73، وبعد معركه 73 من عزيه سينا علينا وحبنا فيها ودمنا بنزل فيها، حبيت انني اخذ قطعه ارض سينا. بعت مراسي من ابويا وبعت مراسي مراتي، وجيت بنينا بمراسم مراتي بيوت، وبنيت واشتريت الفدانين بمراسم من ابويا. كان املي وحلمي ان عهد الاباده انمحى وعهد الذل انمحى بقياده السيسي. انا بكلم سيادتك صراحه، والكلام ده عايز يوصل، واخد بالك؟ اصبحت النهارده بقيت ماشي مطاطي قدام الناس، لانني كنت مدعم كل تدعيم، كل امكانياتي، كل اي واحد يتكلم على كلمه على الرئيس السيسي قبل ما يمسك رئيس، وهو لسه في قياده الجيش، وانا كنت ضد. اصبحت انا بمهزله من الناس اللي هي اصلا تابعه للاخوان، يقول خد انت عملت وقتك انتخابك السيسي وجاريك برضه عملت ايه؟ ادي ارضك راح، قلت برضه راحت راح، انا مبسوط انها راح، بس دلوقتي انا مسدود بعيالي، لا ارض ولا بيوت. اقسم لك بالله اول امبارح راي بصدنا من البيت، بقول انا عايز دلوقتي فورا 800 جنيه يا عاجبك يا تتابع لك بره، واخد بيتين لم عيالي فيهم ولم بنفسي. مش بتكلم الكلام ده كده، اصبح ببيع شويه ترمز على الشارع وشويه عيال، وعيالي صايع في البلاد تشتغل عشان جبت اكل عيش لعيال صغار. نروح فين؟ احنا بنستغيث بالرئيس اللي وقفنا جاره وانتخابات وحبيت، مش العيال. معايا 34 انا واخواتي، احنا 12 اخ 12 اخ تمام، ومعانا 8 بيوت واربع عنابل دواجن. العنبر 6000 فتح، تمام، احنا بنصرف منهم. المفروض مشروع قناه السويس الجديده ده مشروع قومي ومصر. احنا ما بنعرضش، احنا ما بنعرضش على مشروع قناه السويس. احنا مع سياده الرئيس، احنا مع سياده الرئيس ومع المشروع وقدامه ووراه، المشروع ده كويس. بس حضرتك احنا ما بنطلبش يعني تعويض مادي، احنا بنطلب تعويض ارض حضرتك. يعني حته ترع اعملها لنا شويه ميه، واخد الناس يقعدها هناك. انت عند حضرتك هنا ميه تزرع 10,000 فدان في واد شعير هنا نازله قناه السويس، تمام، ميه تصرف نازله. لو جاب لها جوز مواتير الموتور 100 حصان وفجلنا حته ترعب جوز حفارات من الشغالين جوه دول،
هيعيش الناس دي كلها من غير ما يدفع جنيه. فجأة جالك قرار الإزالة؟ ده كده البوابير والدنيا زحتني بره. الدنيا زحتني بره ما قاليش حاجة. أنا عايز أعرف أتاخد من حضرتك كم بيت بالظبط؟ أربع بيوت وأربع فدادين. أربع بيوت وأربع فدادين. وعوضوك بقد إيه؟ عوضوني ب 300 متر هنا كوب. ده 300 متر أرض مباني؟ مباني. 300 متر أرضية فاضية غويطة عايز أراضيك. وأنت معكش لا تردم ولا معايا أردم ولا معايا أبني حتى. طب أنت عايش إزاي دلوقتي؟ عايش أهو قاعد في احتجاج الإزالة. خدت الغالي والنفيس. في شبابي أنا جبت الفلوس دي كلها رحت الخارج، رحت ليبيا ورحت لمؤاخذة السعودية ورحت قرطاج بتاع تونس. وجبت القرشين دول وعملت بيهم مستقبلي هنا. اصبح دلوقتي انا بقيت على الصفر عشان اعيش نفسي زي ما سيادتك شايف. هو زي ما انت شايف انا ببيع شويه سوبي وشويه تمر على الشارع وشويه بسكوت عشان اعيش نفسي. انا ساكن في الايجار لمؤاخذه ب 350 جنيه. اجى قال لي يا عم الحاج لو قعدت يوم واحد في الشهر الثاني هاخد 500 جنيه. طب انا هجيب منين 500 جنيه كل شهر؟ طب انت ايه التعويض اللي حضرتك شايفه مناسب ليك؟ اللي عايز المناسب زي ما اتخذت الارض في لا مؤاخذه في ترعه اسماعيليه، ترعه بتاعت اسماعيليه بتاعت ال30 نازله نواحي برج الارشاد. في عند الطبيعيه هنا هون في ترعه لا مؤاخذه لو عمل عليها محطه رفع هتغذي ملايين الافدنه، وبرضه طالعه على البلاشات ونازله في البلاشات. فالميه دي كلها لو طلعت وتعمل لها محطه رفع هتغني سينا بالكامل وهتغني الناس العالم اللي هي دي مش لاقيه تاكل حاليا. تعويض المواطنين بيها اللي تم طبعا ازاله بيوتهم في حرم القناه، تم تعويض كل فرد او كل اسره بحوالي 150 متر مباني. تمام حضرتك شايف. طب ليه الاراضي ال 150 متر مباني واقع تحت مش على وش الارض؟ يعني هو حد حفر هنا قبل كده؟ الارض دي كانت مخصصه لوزاره الاسكان قبل كده ان هم كانوا يعملوا فيها عماير كمساكن للشباب. تمام. لكن طبعا عشان في وضع طارئ دلوقتي بيستلزم ان احنا نوجد مأوى لهؤلاء المتضررين، فطبعا لجأوا لهذه المنطقه لان طبعا تقريبا ما فيش مناطق فاضيه ثانيه في الابطال وحواليها من بعض القرى. فطبعا لجأوا لمنطقه الاحرار اللي هي تبعد عن الابطال بحوالي 5 او 6 كيلومتر اللي هي المنطقه اللي حضرتك فيها دي، لان هي دي اللي فيها اماكن تكفي عدد المتضررين من مشروع الحفر. تمام جدا، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.